بمناسبة التحكيم المصري، طب ما النهارده كان عندنا 3 ماتشات. يعني احنا ابتدينا بماتشين الساعة 5، اتفرجنا على طلائع الجيش وغزل المحلة والاتحاد السكندري وحرس الحدود، والساعة 8 اتفرجنا على الزد والأهلي. ماتش غزل المحلة وطلائع الجيش كان زي الفل. زي الفل. ما فيش أي حاجة، طلائع الجيش كسب المحلة في المحلة 3-2. النهارده في ماتش فيه 5 تجوال، الأمور ماشية كانت تحكيميا هايل. كان الاتحاد السكندري النهارده مع حرس الحدود، الاتحاد السكندري المكسب الثاني على التوالي، ما شاء الله ما شاء الله سيد البلد، 1-0. والنادي الاهلي بيكسب زد 1-0. فعايزين، طب تعالوا نشوف الاهداف الاول، تعالوا نشوف الاول مباراه غزل المحله وطلائع الجيش، واللي انتهت بفوز طلائع الجيش 3-2 في مباراه بصراحه في مجرياتها كانت مثيره جدا. التقدم كان لطلائع الجيش عن طريق عماد فتحي وبدري، كان في الدقيقة 14، ده الجول الأول لطلائع الجيش، اتقدم بيه عماد فتحي للطلائع، وبعد كده قدر جودوين شيكا يسجل من ركلة الجزاء. جودوين شيكا بيسجل، هايل هايل الولد ده في ركلات الترجيح أو في ركلات الجزاء بقى مش ترجيح. 2-0 كده لطلائع الجيش، بيذلل الفارق فريق غزل المحلة، يعني الكرة مش عايز تدخل. 2-1 عن طريق محمد بن حمودة، وبعد كده بيقدر أحمد الشيخ في الدقيقة 88 يسجل الهدف الثالث لطلائع الجيش، تبقى 3-1. يعني يعتبر كان الماتش كده خلاص. واحد من اللعيبة اللي عملت ماتشات حلوة قوي لما كان في الاتحاد السكندري، وبعد كده قدر برضو محمد بن حمودة انه يذلل الفارق لغزل المحلة وتنتهي المباراة 3-2 لصالح طلائع الجيش. طلائع الجيش خسر اول ماتش مع المصري 2-0، لكن النهارده بيكسب المحله في المحله 3-2. انا شايف ان الكلام كويس، الامور احسن، فوقهم بسرعه كابتن بسيوني ما كملش، لان الدوري مش مستحمل فرقه تكمل في او تفوق متاخر، اللي هيفوق متاخر هتحصل مشاكل.